الكنترول في محاولة التحرك تمرير كرة مع انطلاقة سريعة عن طريق مالوني 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 هي التصويبة هي 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 القائم يقول لا كرة ولا أروع من ذلك ولا أروع من ذلك من جانب اللاعب الاسكتلندي يلعب كرة ملفوفة لعب السرق للسلتك ويلعب أيضا مع استون فيلا شوف الانطلاقة الهجوم المرتد هجوم كان رائع من جانب الاسكتلندي ما كانش محدود القائم نابع الحارس موتشا وحرم فريق ويغان من كرة الأسبقية أمام الإعادة مرة أخرى في الكرة المقوسة اللي أرسلها بإتقان لكن الاسكتلندي لم يكن محدود شفنا الغضب والاستياء وردة فعل مدرب فريق ويغان هدف أول يضيع على فريق ويغان كرة